بيحاول المقايضة مقابل شوية سمك. هو أنت بتشتغل مع كوب؟ هو معسكره قريب من معسكرك؟ مش قريب ولا بعيد. بصي أنا مش مراد بوزر، يقدر يروح أي حتة هو عايزها. ما ينفعش تفينها عشان المزوخة يطلعوها. مش ممكن، أنت بتسيبي دي شغالة طول الليل والنهار؟ في جثث مسوخ كتير هنا، وفي ناس بتعمل الشغل ده، لازم فعلا نخليها مولعة. حاولي تستخدمي بنزين أكتر، هيسرع الحرق بعدم أقل. تفتكر في كتير للتخزين؟ لو كله خلص هنشغل الموتوسيكل بإيه؟ بإيدينا إحنا؟ ممكن أفهم إيه اللي بيحصل دلوقتي؟ العد واقف، الأكل والزخيرة خلصوا من المخزن. مش ممكن، مين اللي تولى المراقبة مبارح؟ ويلر. ضاعف الحراسة الليلة، الموضوع بدأ ينرفزني. اتفقنا. في مشكلة هنا؟ وزي ما قلت المعسكر شبه السجن، دول شوية كسالة وكذابين وحرامية وقتلة. عارف ايه السبب؟ مش عارف. عشان ده الوضع دلوقتي، معرض مسوخ، محدش نيجي إلا الوقحين والمقرفين كفاية عشان يبعدوا المسوخ. الباقيين هنا بيتمنوا أأكلهم وحميهم ودفيهم عشان يقدروا يسترخوا ويتفرجوا على نهاية العالم. انت لازم ترجع للشغل، ما تجبرنيش أرجع سايرس. شوية الكسلة دول ممكن يضيعوا الوقت زي ما هم عايزين، بس الصبح ده وقتي أنا. إدارة المعسكر ده شبه إدارة السجن. مش فاكر اللي قلتيه، كنت إيه؟ كنت مأمورة سجن أو حاجة كده؟ ما كنتش في رتبة أعلى منه، كنت مشرفة عنبر الستات، زي ما كون قضيت فترة في السجن قبل كده. أنت عمرك قضيت فترة في سجن مقاطعة كلامك برا شمولت؟ كان عندي مشاكل كفاية، بس ما رحتش ولاية كانساس أبدا. عندي شغل ليك. لارسن راح امبارح في جولة، عدى على بلد ماريون فوركس وقال إنه شاف واحدة كانت شكلها شابة بس ما شافهاش كويس. وقف ودور عليها بس ما لقاهاش. هو متأكد؟ لارسن بيعمل زيك بقاله كتير، بيفرق بين الإنسان والمسخ، بس أنت شاطر في ده. روح دور عليها قبل المسوخ. هشوف أقدر أعمل إيه، بس تاك بصي أنا عايز باقي فلوسي مقابل شغلي مع ليون. طيب هاتلي بشر أحياء تاني وأنا هديك كل العملات اللي تحتاجها. لازم أدور على ويلر. في حد عايز ليلة في الموضوع؟ عايز إيه؟ الكاي قول لي انت عاوز ايه. انت ايه مشكلتك؟ واحد من رجالتي هرب من الممزقين عند ايرن بيوت وعذبوه زي العادي بتاعهم، بس المره دي سالوه لو يعرف اتنين بموتسيكلات رجاله. فضلوا يسالوه لو شافهم او سمع عنهم. في سواقين موتسيكلات كتير، ايه بقى ايه علاقه ده بيا؟ الممزق سماهم مانجرلز. كم واحد لسه بيلبس شرط النادي هنا كأنها حاجة مهمة. بتسألني؟ دول متمنين سعر قتلك. حاسس بإيه لما بدلنا الأدوار؟ قال ليه بقى ما تورينيش اللي معاكو خلاص عشان ما عنديش وقت لكده. اللي رايحك أديك. ايه الاخبار؟
يطلب على المساعدة. يلا يلا يلا. محتاج ده. اهدى اهدى اهدى، مفيش مشكلة. استنى استنى، الوضع هنا خطر. انا هقولك على مكان معسكر. معسكر؟ فين فين؟ دلني، انا هروح له. بحيرة بيسفول، مارك كوبلند، المكان هناك امان. انا كنت هموت. مش ممكن، فهمني. شكرا جدا بجد، شكرا جدا يا صاحبي. قول لهم انه كان سانت جون ديكن، هم عارفين انا مين. طيب كمل جري وخليك بعيد عن عينيهم.